يوم خرجنا معنا الاستاذ زيد رمضان غين تعريف الله عنا باش نسيان باش تصوروا في بلد نسيان في زعوان انا باش نبطري الفيديو هذه مي باش نتصور انا جاي بالذمة من البلاد بالابعاد انت تصور كهذي كما تعرفوا فوتو تريب حاجة سبونتاني على الاخر ما عندنا حتى فلو داكسيون ما انا با في دو ريبيراج دونك كل شيء مشكول معناها وليد اللحظة دونك طبعا تكمل ديتا شوي السلام عليكم مسيك بالله الكوش نتاع الجير يرحم والديك ربي يعينك هلا اتصل ما تضيعش لا تو حوس انا ترى دابا شكون تقول لهم كثير كثير هي كثير كثير نتاع الجير الدرجة ذي تلاجز تاع فوتوغراف كيفاش يكونكتي مع الفيوز نتاعك كيفاش نجم يصور هانت تخلى توا اما كوشة هنا تخليلها في مساحة مرحبا بينا وش يقبلها الناس كنتي با تخي كوبيراتيف حبوش فازة جملة دونك سي تخي ديفيسيل تصور بلاصة طرف حد إذا غنوا بس تصور تمشي تعمل ريبيرات شو البلايس تكون كتير مع العباد هذاك ممكن تحكي معاهم ممكن تشوف الطبيعة تاع العمل نتاعهم خاطر سي لوغ في وفات كونت حياتهم تاع كل يوم وانت جاي باش تصوروا برا باش توثق بخومي أول حاجة تصور العباد تعمل معاهم بخومي كونتاكت سكوندو لازم انت الهدف نتاعك هنا راهو توثق العباد لوغ اكتيفيتي ماكش جاي توريست ماكش جاي تحوس ماكش جاي اون توك كاسبيون ولا حد شيء اوكي فوالا البارتي تاع الشبيلي تبقى تصور فيها تراو عليها كل بوان كل ايستوار فو سافوار في بلاصة ما بين زهوان وجوف في فيلاج جات تحت الفريز هذي تحت الجبل حاجة تعمل كيف شوفوا كيفاش هاي توا شوفوا مميز سريع ترانسبورت وسكون انتيا مع العباد تحكي معاهم تبقى تحكي مع السجين تاعهم يكون عباد شوفوا شو كدا اي لو دوموندي سونتيمون تو توت فوتو دوموند تصور باش C'est comme ça que les plus grandes photos de l'art sont avec une approche où tu vas vers le sujet, 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 tu vas قولي لي لا ما نعملش كسكسو ما نجيب انت يقول تقول لي خويا تشتي انا نطيب لك خبز الطابون انا كل خبز الطابون ناخذ خبز السوق راني اما اجنب خبز السوق عندي وليد وليد يمكن عمره باقي عندي زوج وليد واحد استاذ واحد واحد وقت ولا صح